السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس مستقر متوقع في عموم المناطق باستثناء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي سنتطرق فيها خلال هذه النشرة. درجة الحرارة تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، وطقس بارد نسبيا ليلا مستمر خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم، حيث يتمركز مرتفع جوي في كافة طبقات الجو يمنع تشكل أي غيوم خلال هذه الفترة. نذهب الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الخميس إلى يوم الأحد، حيث يلاحظ استمرار لدرجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشمالية الغربية، حيث تشهد ارتفاع على درجات الحرارة هي ناتجة عن تمدد لمنخفض البحر الأحمر هذا التمدد لمنخفض البحر الأحمر سيعمل على تشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي على منطقة تبوك والجوف خلال مساء يوم السبت وحتى يوم الأحد. تعمل هذه الحالة على تكاثر لبعض الغيوم الركامية والسحب المتوسطة والعالية وطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والعشوائية الطابع خلال مساء يوم السبت ويوم الأحد بإذن الله على منطقة الجوف ومنطقة تبوك، على أن يستقر الطقس اعتبارا من يوم الاثنين بإذن الله. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس بارد 14 درجة مئوية فقط متوقعة. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم السبت 32 إلى 18، يوم الأحد 31 إلى 17، ويوم الاثنين المزيد من الانخفاض 30 إلى 18 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.